أعتقد في الثانوي. ثانوي أنا والزملاء جمعنا قطة فيما بيننا، والله ما أدري إيش كانت له، نسيت. ما كان في استراحة ذيك الأيام، كان الشاهد إنه مبلغها 3000 ريال. وافقت ذاك اليوم إني سافرت للديرة وضاعت مني 3000. تخيل ضاعت مني 3000، يعني لازم إيش؟ لازم تدبرها، وتعتبر 3000 خسارة، ما هي بسهلة بالنسبة لي. أي بغيت أحد يقول أحد ذا، ما أحد قال شيء. هو كنت وصلت؟ لا في الثانوي. ثانوي. أنا في الثانوي وقتها، بس إني وقتها أبيع وأشتري، يعني وضعي حليم. ما شاء الله. إيه. فرحت والله أخذتها من ذا ودفعتها كلها كاملة أنا. إلى يومك ما جتني طبعًا. من حسابك. راحت. اللي ضاعت راحت إلى يومك، ما حد يعني ما حد يعني جاء وقال لقيت. اي درس بثلاث الاف. لكن انت ما قلت لصاحبها ولا استحيل؟ مو بصاحبها، اصحابها هم قطه هي. فقمت دفعتها انا، ما رحت قلت لهم ترى تتحملون جزء من الخطا، ليش تعطونيها؟ من قال لكم تعطونيها؟ شو رايك انت يا ابو علي؟ والله يا اخي صراحه صعب انك تناقشهم وهي قطه. يا سلام عليك. صعب انك تناقشهم. هو واحد. صح. انا اذكر مره ما اقولها، كانت الرواتب كاش صح؟ قديم ايه؟ قلت لهم جت الشيكات، ما الحين الحمد لله انا الصرافه يعني. يا ربي لك، يا ربي لك. تنزل حسابك وانت ها؟ تقوم تصلي الفجر ولا نازلت بحسابك؟ ولا نازلت بحسابك. اول كانت الرواتب كاش من المحاسبين يجيك، فكان عندنا محاسب الله يذكره بالخير، والله ما ادري حي ولا توفى. والله كان عمري صغير انا، بس من فضل الله انا ما اقولها، فيسلم في ناس تتاخر احيانا، وهو رجل سوي، فيبي يروح يقول ابو عاد هاك الفلوس هذه، ترى هذا راتب فلان وفلان 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 وفلان، احنا عزوبيه. فوالله العظيم ان جليلي هم الهم حتى يجون اهلها وياخذون. سبحان الله. هم الهم. هنيئا لك. والله العظيم. هنيئا لك. ممكن واحد بعد يومين، واحد بعد ثلاثه، واحد جالس تخلص بعد 15 يوم. انا ما كنت اروح يعني، ما كان اهم يلعب كوره واعود للسكن بس، ودام الصباح. هذا ديدني. ف يعني الامانه وخص الاشياء سهله الاختفاء، لما نقول الاختفاء وليس تراها ثقيله، هي خفيفه المحمل وثقيله الهم، كالنقود كالذهب كالامانه. بس هذا اللي سولف علينا واحد، نبغى رايكم في السالفه قبل ما. هم زملاء عمل، وكان واحد منهم خارج إطار الديرة اللي هو فيها، أهله يعني وذا، فقال أنا عندي إجازة لمدة شهر، وزملائه دارين وكذا. فواحد من زملائه قال يا فلان أنت بتطلع شهر، أنا قاعد أدور لي الآن شقة وعجزت ألقى، ودي أسكن في شقيك بس هالأسبوع هذا إلين ألقى لي شقة. هو كان أسعد اللحظات، أبرك الأوقات. أعطاه المفتاح وجا الرجال وسكن في الشقة، وهذا راح لأهله. دق عليه بعد قال يلا حي ها بشر عساك، قال عساك لقيت شقة، قال لا والله ما لقيت شيء. الأسبوع الثاني دق الله ما لقيت شيء. الأسبوع الثالث الله ما عجزت. الرجال بقى أسبوع ويرجع، قال اني برجع بعد اسبوع. قال لي ما ياكل الخير ابد. لا مع عياله. يوم باقي يوم يدق عليه ولا عاد يرد عليه. يرسل له ما يرد عليه. وش رايكم؟ وش الحل معه مثل هذا؟ الى الان هو جالس في لا هو صار شيء، بس انتم وش رايكم؟ لو هو الى الان نقول الى الان. هذا صديق، صديق رفيزه. ما غريبة. رفيزه في العمل طبعا، مو برفيق. ايش رايكم انتم؟ انتم اعطونا رايكم بالهاشتاج. وش رايكم في مثل الحاله؟ كيف يتصرف؟